وكانت الدكتورة جليلة السيد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية قد أكدت خلال استضافتها في برنامج بكم نعود أن حصول 1 مليون شخص على جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا يعكس مستوى وجودة النظام الصحي في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى رصيد المملكة الحافل بالمنجزات كافة. اتضح جليا أن هنالك تخطيط مسبق لشراء هذه اللقاحات لتوفيرها من خلال توفير البنية التحتية والموارد اللي تضمن الشراء، التخزين، الإدارة الفاعلة، وبالتالي تقديمها إلى المستفيدين من خلال مراكز يسهل الوصول لهاي الخدمة. تعكس أن هنالك أيضا نظام صحي فعال وقوي جدا قادر على الاستجابة الآنية، هنالك كوادر مؤهلة لتقديم هاي الخدمات وقادرة على الاستدامة والتنافسية، لأن وصولنا لهاي الإنجاز يعكس استدامة، تنافسية، عدالة، توفيرها لعدد كبير جدا، وهي المبادئ الأساسية اللي دائما منشودة من جميع الجهات. أيضا تعكس أن إحنا هنالك انسجام كبير جدا وشراكة مع مختلف القطاعات من خلال توفير حملة إعلامية بمختلف اللغات وبشكل مبكر تضمن وصول المعلومات الصحيحة للمستفيدين من هاي الخدمات، وبالتالي الإقبال من المجتمع على هاي اللقاحات، وتعكس أيضا الالتزام المجتمعي والوعي المجتمعي الكبير جدا، وهذا بحد ذاته إنجاز، ثقة كبيرة جدا بين صناع القرار وبين المجتمع، فهذا في حق ذاته إنجاز كبير على المستوى الوطني. لما نروح على المستوى الإقليمي والعالمي، مملكة البحرين بتجربتها أثرت العالم، لأن هذه التجربة تم الاستفادة منها والإشادة فيها في المحافل المختلفة على المستوى الخليجي، على المستوى الإقليمي، على المستوى العالمي. مملكة البحرين شاركت تجربتها، فهو إنجاز كبير جداً يضاف إلى مكتسبات مملكة البحرين، وله دائماً في الريادة، ويحق لنا نفخر أن مملكة البحرين دائماً تضع المواطن والمقيم نصب أعينها، والاستثمار في الصحة هو استثمار كبير جداً اتضح جلياً للجميع.